وتم الاحتفاظ أيضا بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع دول مركزية الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل ذلك في انعقاد الحوار الاستراتيجي فيما بين البلدين بشقه السياسي والاقتصادي، واللي تزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على هذه العلاقات. كذلك تم عقد المفوضية الاقتصادية، العلاقات الاقتصادية فيما بين مصر والولايات المتحدة علاقات متنوعة وعميقة، ولها أيضا إسهامها في التطور الاقتصادي لمصر في هذه المرحلة الهامة. الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى المفوضية الأوروبية أو مستوى الدول الأعضاء، والشراكة التي تجمع فيما بين مصر وهذه المجموعة الهامة من الدول، وانعقاد مجلس المشاركة بشكل دوري لتبادل الرؤى وحول القضايا الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، والتوصل إلى تحديد أولويات هذه الشراكة، أولويات تتسق مع الأولويات الوطنية ليس فيها إملاء، الابتعاد عن المشروطية، والعمل بحيث تستخلص كل من الجانبين مصالحهم بشكل متساوي. أيضا كان هناك اهتمام بإنشاء أطر جديدة للتعاون، ومن أمثلتها الآلية الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، آلية أخذت تتطور ويبرز الدور المركزي لها في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، في فتح مجالات تعاون بين الدول الثلاث في مجالات الزراعة والسياحة والنقل، وهذا على أسس وجذور تاريخية ممتدة تربط بين شعوب الدول الثلاثة، وأظهرت جدارتها لأن تكون آلية إيجابية تحقق مصالح الدول الثلاثة.